السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة الشفا شكو إبراهيم التي هي منكم وإليكم. اليوم بفضل الله وبنعمته غادي نقدم لكم واحد لاطارت وهي غتكون هدية لأصحاب أعياد الميلاد في هذا الشهر إن شاء الله، لأنني إن شاء الله غادي هكا أحسن لي وأحسن للجميع، لأن ما يمكنش لي ندير لاطارت لكل واحد كيطلبها كي شحال من واحد طلبها، ما يمكنش لي ندير كل نهار أو كل سيمانة أو كل سميتو لاطارت، خصني ندير واحد لاطارت في الشهر وتكون هدية للجميع إن شاء الله. اللي عندهم أعياد الميلاد في هذا الشهر كنهدي لهم هذا لاطارت إن شاء الله، اللي غادي نوريكم المقادير ديالها ونشوفوها كي غتكون بإذن الله. غادي خصنا أول ما قبل كل شيء بيسكوي، هاد بيسكوي راه عندنا في القناة ديالنا بيسكوي ديال لي تارت، يعني بيسكوي هذا كنصوبو عبارة عن بلاك كيجي رقيق بحال هكا، يعني غادي خصني بيسكوي، غادي خصني واحد ثلاثة د المرصوات ديال البيسكوي، يعني ثلاثة د المرصوات باش نصوب هاد لاطار ديالي، يعني مقطوعين دوائر على حسب المول اللي غندير. انا غندير هاد المول، هاد المول فيه تقريبا 10 سنتيمتر في العلو ديالو، يعني كتجي هاد لاطار عالية وعندها واحد العلو كبير بإذن الله. غادي خصني بيسكوي على كوير، راه وريتكم كيفاش تصوبوه، راه عندنا في القناة ديالنا كيفاش غتصوبوه، اللي ما لقاش يصوبوه يمكن ليه يشريه كيتباع. هنا عندي دي هاد الشيء اللي شاط ليا في البيسكوي ديالي، غادي ندوز وسط لاطار ديالي. غادي خصني واحد الشوكولا كوفرتور الماركه المزيانه، واحد 100 غرام، غادي خصني واحد 100 غرام ديال البراليني، واحد تقريبا 600 غرام ديال الكريم فريش. هنا هاد الكريم بوحدو حتى هو غادي ندير ان كريم اونغليز، هي اللي غادي تكون مخلطه مع الكريم فريش باش نصوب هاد لاطار ديالي ان شاء الله، اللي غادي تجينا في مذاق معتبر وشي حاجه جيدة جدا ان شاء الله. غادي خصني السيترو ديال الحليب، واحد 20 غرام ديال الفاني، واحد 3 الصفار ديال البيض، واحد 100 غرام ديال السنيده، واحد 60 غرام ديال المايزينا. هادو هما المقادير اللي غادي خصونا للعمارة ديال لاطارت، يعني لانتيريول ديال لاطارت هو هذا الان، وتزيين ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش الطريقه باش نزينوها، يعني غادي نوريكم كيفاش تصوبوا هاد لاطارت، وتزيين يمكن لكم تزينوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنزيد السكر ونزيد صفار البيض، هنا كنخلط مزيان باش الصفار ديالي تخلط ليا مع سميتو، وفي الاخير غادي ندير لا مايزينا ديالي حتى هي، يعني كلشي لي زانغريديون كنديرهم خطره واحده وكنزيد الفاني ديالي ان شاء الله بحال هكا. ملي غندير هذه العمليه هنا ما خصنيش نتفرق مع الحليب ديالي نهائيا، كنحركوه هكا حتى يطيب ليا حتى يتجمع، كنقابلو حتى كيطيب الكريم ديالي، ها هو تجمع، يعني ملي كيبدا يعني راه طاب كنحيدو فوق العافيه ديالي، كنقسمو على جوج هاد الكريم، كنقسمو على جوج، كناخد الشوكولا ديالي لا كوفرتور كنديرها هاد المواتي هاد النص،
البراليني ديالي، 100 غرام ديال البراليني، يعني اللوز مطحون. غادي نوريكم كيفاش تصوبوا البراليني، خصو يجي ملس ما يجيش حرش ان شاء الله في شي حلقه خاصه. غادي نخلطوا هاد الكريم ديالنا، ها هي هاد الكريم كتجي بالبراليني، هادي بالشوكولا وهادي بالبراليني ان شاء الله. اللي هاد كل وحده فيهم غادي نخلطوها مع شويه ديال الكريم شانتيي باش يولي بحال شكل ديال الكريم موسلين تقريبا هكا. كان خوي الكريم شانتيي ديالي اللي غادي نطلعه ان شاء الله، كندير واحد 80 غرام ديال السنيده، 80 غرام كنطلع هاد الكريم ديالي. هنا كنطلعوا الكريم ديالنا حتى يطلع مزيان. الكرتون ديالنا كرتون، فاش غنحطوا لاطارت كنجيبوا المول ديالنا كنحطوا فوق الكرتون بحال هكا، كنجيبوا البسكوي ديالنا اللي غنديروا لتحت كنديروا هكا، كنخليوه فين يدخل البسكوي، يعني هاد سميتو ديالنا كنخليوه بلاصه البسكوي ديالنا فين يدخل بحال هاد البسكوي. غادي ندخلوه هكا من الجناب ما بين بسكوي وما بين لاطارت باش يشد لينا باش يكون واقف هكا، نديرو هاد الطريقة. إذا قبل ما ندير هاد العملية غادي خصني ندير شوية ديال السيرو ديالي. السيرو ها هو السيرو، كتعرفوا أن السيرو غادي نخليه بالفاني اللي فيه، ما غاديش ندير ليه حتى شي بارفان، لأن هاد الشوكولا والبراليني كيجي معاه المذاق الفاني. هاد السيرو ديالنا كيتكون من 500 غرام ديال الماء و 250 غرام ديال السكر سنيدة ان شاء الله، وخليوه يطيب طال درجة الغليان وديري له شوية الفاني. عندكم لا فاني اللي كيديروه، ما عندكمش ديروا فاني بودرة، ما عندكمش ديروا فاني السكر، وهو باش كتسقي باش كتسقيو البسكوي ديالكم باش تجيكم لاطارت لذيذة وتجي ان شاء الله الرحمن الرحيم كدوب. هذا هو المهم عندنا فسميتو في هذه العمليه ديالنا. هنا هذا ما كنديروش اللي كان هذا الوجه اللي فيه السكر هو اللي كنديرو حدا الحيط بحال هكا. هذا الوجه اللي قطعنا كنقطعوا ليه قد هذا المول، كنديروا بسكويت ديال قد المول هابط شويه لتحت كنديروه بحال هكا هكا، كنستفوه حتى كيجينا مستف دائر دائري ب يعني كيجي داير بلاطر ديالنا، وكنخليوه لاصق يعني كيلصق مع بعضياته باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يخرجش لينا الكريم من الفتحات ديالو هكا. هانتوما كتشوفوا عمليه بسيطه جدا جدا وسهله، غتبريباريو البسكوي ديالكم وتبريباريو كلشي ديالكم قبل باش العمليه تكون عندكم سهله ان شاء الله. هكا كنستمروا في هاد العمليه ديال نديروا بسكوي الا كان لتحت مزير وركوا عليه باش البسكوي ديالنا يدخل، لان شكون اللي غادي يشدوا لينا دروك؟ غادي يشدوا لينا هذاك البسكوي التحتاني اللي غادي يشدوا لينا باش ما يعوجش باش ما يتلحش لينا بحال هكا. هانتوما دائما بحال هادي دروك معكسه، كنجرر البسكوي ديالي هكا كندخلها تماك هكا، دائما كندخل البسكوي ديالي بحال هكا كنجرر وندخل، يعني باش يجيني بسكوي ديالي مزير. مرحبا، كتخليو هاد الكريم ديالكم يبرد، ما خصوش يجي سخون باش ملي غنخلطوه مع الكريم شانتيي ما يدوبش لينا. هنا كناخذو واحد شويه ديال الكريم شانتيي كنخلطوه مع هاد الكريم ديالنا هكا، هذا كيرجع بحال الكريم موسلين تقريبا وكيجي رائع، كيجي هو هذاك كان خويه
الفورمول ديالي. ومن الاحسن هاد لاطارت صوبوها اليوم وغدا ديكوريوها باش تجيكم رائعه ان شاء الله. سمعتي؟ باش تجيكم رائعه كنديروا بحال هكا. هنا كنجيبوا مرسو ديال البسكوي ديالنا بحال هذا، كنعاود نديروه هاد الطاج، كنديروا البسكوي ديالنا بحال هكا ونوركو عليه هكا. هو الطاج ديالنا، هاد الطاج ديالنا هو. كنجيبوا السيرو، كنسقيو السيرو ديالنا دائما. دائما البسكوي خصو يجي شارب السيرو مزيان، ماشي غير شويه، شربوه مزيان باش كتجيكم لاطار ديالكم خفيفه جدا جدا، يعني كتجي خفيفه ورائعه ان شاء الله. انا عطيتكم دروكا غير فكره على هاد لاطارت، اما ان شاء الله راه مازال ما بديناش فهاد الشيء ديال لي طارت. غادي نوريكم العجائب ان شاء الله فهاد الشيء ديال لي طارت، ونوريكم دي بون طارت اللي غتبداو ديروا لوليداتكم في اعياد الميلاد ديالهم ان شاء الله، اللي هما ممتازين. غادي نوريكم دي موس كبار بحال هكا، كلشي داكشي في الطريق ان شاء الله. كل حاجه غادي نصوبها فوقتها باذن الله. هنا ملي درنا بسكوي الاخر اش غنديروا؟ خصنا نجيبوا الشوكولا ديالنا، لكن الشوكولا ديالنا ها هو، كنخويه بحال هكا حتى هو. ايوا كناخذوا شويه ديال لاكريم كيما درنا في العمليه الاولى، كنخلطوا هاد لي دو كريم ديالنا، كنخلطهم حتى هما. خلطوه باش يتخلط، ما خصوش يجيني فيها هذاك بوحدو هذا بوحدو، خص المزيج يكون مخلط مزيان ان شاء الله. هكا هكا ها هي، كنخويو لا كريم ديالنا في لاطارت. هانتوما كتشوفوا لاطارت ديالنا راه كتكون من ثلاثه الانواع ديال لا كريم. غادي يبقى لينا لا كريم شانتي، غنديروه الفوق. هنا درنا دو كريم، تروا كريم في هاد لاطار ديالنا. كنحركوا لا كريم ديالنا بحال هكا، نقادوه يجينا هكا. هنا كنمسحوا هاد الفلوش هاد لا كريم هكا، ها هو. هنا اش كندير؟ كنجيب البسكوي ديالي، كندير واحد الكوش الاخير ديال البسكوي هو هذا. هاد البسكوي عريض شويه، غادي نقص ليه شويه هكا، مازال عريض. مازال عريض. هكا كندخلو ونورك عليه بحال هكا، كنورك عليه حتى كيدخل ليا، كيشد ليا في الكريم ديالي مزيان. وكنجيب المرسو الاخير بحال هكا، كندخلو هنا وندخل هاد شويه هنا. وان شاء الله اشنو العمليه الاخيره ديالنا؟ هي اننا غادي ناخذ السيرو عاوتاني نديروه للبسكوي ديالي. راه غديروا غير شويه السيرو، غادي تحط الا شاط لكم هذا السيرو احتفظوا به، يا غادي ترشوا به لي كرواسون، غادي ترشوا به يعني بزاف ديال لي بات باش يعطيو لكم اللمعان ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي تصوبوا به لي طارت بحال هكا، يعني غادي يبقى عندكم في الثلاجه هذا السيرو، يمكن لكم تصوبوا يبقى عندكم حتى 15 يوم شهر في الثلاجه ديالكم بارده، ديما الثلاجه تكون بارده. بالمناسبه هذا الكريم راه حليته تقريبا هذه السيمانه باش حليته، بقى في الثلاجه ديالي ها هو، باش غير نثبت لكم سيمانه وهو محلول كيبقى في البوطه ديالو. كتجي البوطه ديالو مسدودو هكا كتحط في الثلاجه. لاكريم ديالنا ها هو، وهذا لاكريم الا شاط ليا هذا الا شاط ليا غادي نسدو بالسلوفان ونحتفظ به في الثلاجه ديالي في شي باسينه ديال لينوكس، وغادي يبقى ليا تقريبا 10 ايام. نسدو بالسلوفان مزيان باش ما تدخلش ليه الريحه ديال الثلاجه والريحه ديال الحوايج الاخرين، وكيبقى ليا 10 ايام ونجبدو نطربو شويه ونخدم به. كريم شانتيي ديالي بحال هكا، كنديرو هكا
هنا كان قد العلو ديالي ان شاء الله هكا قد مزيان، لان هذه هي هذا هو الكش النهائي. اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا تزيين، وتزيين ان شاء الله يمكن لكم تزينوا باي طريقه بغيتو نتوما هاد لاطار ديالكم. كاين بزاف ديال الطرق، بزاف ديال الاشياء ان شاء الله غادي نتعلموها جميع. وكنقول لهذوك الناس اللي مسجلين في الاكاديميه اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم و20 راه قريبه، يعني غدا وبعد غدا غادي نحبسوا اللي صافت المسائل ديالو وقاد الوضعيه ديالو اهلا وسهلا به، اللي ما صافتهاش وما قادش الوضعيه ديالو ما عندنا ما نديرو لهم، لان الناس الله يهديهم بزاف ديال الفلطات دارو بزاف سميتو، وحاولنا نصلحو صلحنا واحد العدد ديال الدخول ديال الناس، ولكن الحمد لله على كل حال. وان شاء الله هذاك الشيء هذيك الطريقه وهذاك سميتو اللي درنا هذه الخطرة ما بقيش غنديروه في اي وقت اخر، لان كاينين الناس وملاحظه اخرى انه كاينين بعض الناس، كاينين بعض الناس راه ما ابوناوش في القناه ديالنا وكيظنوا راسهم انهم دازوا، راه ما دازوش، راه نهار 28 في الشهر غادي تكون عمليه باش نفيريفيو الناس اللي ما ابونيش في القناه ديالنا، يعني اللي تسجلوا وما تابوناش في القناه ديالنا، اللي تسجل في المعاد وما تابوناش في القناه ديالنا راه ما يمكنش لي ندوزو نهائيا، لان اولى بيا ندخل الناس اللي ابوني في القناه ديالي كلهم، ندخلهم كلهم للدراسه، كنت ندير هذيك العمليه. واني دروك اللي عطى الله عطى، هاد المره درناه هكا، هاد المره درناه هكا باش غادي نصوب هذاك الكش النهائي ديال لاطار ديالي، يعني ان شاء الله ديك الصوص اللي غتكون الفوق اللي غتجي لماعه وتجي جيده ان شاء الله. عندي هنا واحد 120 غرام ديال ناباج، 120 غرام ديال ناباج. عندي هنا واحد المعلقه ديال الجيلاتين، معلقه صغيره ديال الجيلاتين ذوبناها بشويه ديال الماء سخون، ها هي كيجي بحال هكا، كيجي بحال السيرو. كنخلطوا هذا الخليط بحال هكا، هنا كناخذوا واحد معلقه، كنديروا معلقه الاول تنشوف الخليط ديالي. هنا كنزيد معلقه اخرى كبيره، يعني هذا هو الغلاف ان شاء الله باش نغلف الغطار ديالي. غادي نزيد معلقه اخرى، يعني ثلاثه د المعالق عامرين ديال لاكريم شانتيي. هاد يمكن لي نديرو ليه اي لون، اي لون، يعني اللون الوردي، اللون الخضر، بيستاش، اي لون يمكن نديروه وكيجي بحال انفوي، كتجي بريونت فوق لاطارت. لان هنا عندنا الناباج وعندنا الجيلاتين وعندنا لاكريم شانتيي طالع هكا، كيجي ليكيد هو باش كنغلفو ان شاء الله الرحمن الرحيم بطريقه جيده. كاين اللي كيدير الفروي، كيطحن الفروي كيغلف بها، كيدير بحال نفس العمليه، غير هي بالفروي في بلاصه لاكريم شانتيي كتجي الفروي. هذيك القضيه يعني كتجي بحال ان لاستيك، هذه ما كتجيش لاستيك، هذه كتجي يعني ملي كتعضي في طرونش ديال كيتكال مقاد ان شاء الله. فيها الشوكولا، غندير واحد شويه ديال هاد لاجيلي ديالي، غندير اون شوكولا بحال هكا. غادي نحاول نعطيها لون اعمق باش تصير غامقه شويه. هاد لاجيلي ديالي ان شاء الله ملي كنديرو فوق لاطارت كيتجمد، كتجي مجمده، لان الجيلاتين هو اللي غادي يقوم بالدور ديال التجميد ديالها ان شاء الله. ها هو هاد اللون اللي بغيت. هنا غادي نزيد، غادي ندير واحد اللون اخر. هما كنخدم الفراليني،
هنا كندير اللون مفتوح. لاطار ديالي غادي يجي فيها اللون الابيض واللون الشوكولاتي واللون ديال البراليني ان شاء الله. نديرو الفوق باش يكون عندي واحد طبقه ملسه جدا وناعمه واللون ديالها بريون من الفوق بحال هكا. بحال هنا عندي شويه كنحيدو هذا بسكوي هذا خارج من هنا كنقلعو بحال هكا كنقلعو باش ما يجينيش ما خصوش يبان ليا حتى حاجه تبان ليا هنا في لاطار ديالي. كندير هاد العمليه يعني باش تجيني كلها بيضاء ما يبانش فيها اي لون داخل اخر غير الوان اللي بغيت ندير. كنضرب بها شويه هكا باش يخرج اللون ديالها يخرج البريون ديالها. ها هو غادي يخرج يعني بحال هكا. كورنا كنعمرها بهاد الكريم او بهاد الغلاف ديال الشوكولا كندير ليها واحد الثقبه باش هنا ان شاء الله اش غندير غادي ندير قطرات بحال هكا فوق الاطار ديالي قطرات ديال الشوكولا بحال هكا. هنا كندير ليها بحال هكا هنا كنحاول نجر بحال هكا الديكور ديالي بحال هكا هكا كنحاول نجرو باش تجيني بحال الشكل ديال الرخام. كنجرو عندي هكا كنصوب كورنة أخرى. هنا كندير هذا البراليني ديالي بحال هكا كنحاول نعمر شويه وهذا الكريم ديالي كيبقى كيبري كيجي بريون في المنظر ديالو واخا تبرد هكا. كنحاول كيما قلت لكم دائما نضربها بحال هكا باش هذاك انت كنمسحو الجناب مكنخليوش. ها هي لاطار ديالي هكا غادي نخليها وندخلها يعني الثلاجة باش تجمد نهائيا عاد نخرجها ان شاء الله وندير لها الديكور النهائي باذن الله. كان ديكور جلي كان يعني غادي ندي مولي لاطار ديالي نحيدها من المول ديالها لا بدا ما كنستعمل شويه ديال الشاليمو هنا. وانتم يمكن لكم تحيدوها ديروا البونجا ديالكم في الماء سخون ودوزوها او شريوا الشاليمو. كنحل المول ديالي بحال هكا هكا كنقلعو نهائيا. ها نتوما شوفوا لاطار ديالنا تبارك الله كي جات من اروع ما يكون. هذه هي لاطار ديالنا اللي هي هديه مني ان شاء الله لجميع الناس اللي عندهم اعياد الميلاد في هذا الشهر. شحال من سيده طلبت انطارت في هذا الشهر كنهديهم هذا لاطارت ان شاء الله لان يمكن لي دائما ندير واحد لاطارت في الشهر ونهديها
الناس اللي عندهم اعياد الميلاد ديال ولادهم، هاد الناس اللي ابونيو عندنا في القناة ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى لهم اعياد ميلاد سعيد جميع الاخوات والاخوان اللي عندهم عيد الميلاد في هذا الشهر بالضبط ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى للجميع عمر مديد مع قناتنا ان شاء الله، وقناتنا دائما رهن اشاراتكم كتعطيكم افكار جيده. هذه الفكره راه رائعه، وهذه واحد لطائم بونطارت كان بامكاني نقطع لكم واحد الطرف، لكن انا ديما وليتها قبل ما تقصحش يعني، غادي ندخلها مازال في الثلج ما غاديش ياكلوها الدراري ان شاء الله حتى تبرد مازال شويه، باش ملي تقطع سميتو يعني انا زربتي بها باش نصورها باش نطلع سميتو ديالها الفيديو ديالي هاد العشيه، باش ان شاء الله غدا نلوحوا في القناه ديالنا اللي كنتمنى عيد ميلاد سعيد للجميع. ومرحبا بكم دائما في قناتنا قناه الشافي ابراهيم، وهاد لاطارت راه وريت لكم الخطوات تقريبا، الديكوراسيون اللي ما وريتكمش هاد الديكور ديال الورد، هاد الورد ديال الشوكولا، وهاد الورد ديال الباستياج ديال هاد اللي سميتو. نتمنى منكم ان شاء الله، ان شاء الله راه غادي يكونوا عندنا دروس في هاد الشيء ديال الورد وهاد الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم مستقبلا، وغادي نوريكم كيفاش كنصوبهم ماشي مشكل. المهم فكره هي، والزواق راه غتزوقوا بالطريقه اللي بغيتوا وتكتبوا فيها داك الشيء اللي بغيتوا وديروا كيما بغيتوا نتوما في ديوركم ان شاء الله. ومرحبا بكم، عيد ميلاد سعيد للجميع، نتمنى لكم اوقات طيبه معنا في القناه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.